السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة التواضع والإخلاص وإن شربنا وإن ترامضونا أقنا والمجرق الأمير من شرنا حمد الدندانقل مسيب تدر ونقضه ونشربنا من رابع من رابع سيرنا ونشربنا وإن ترامضونا أقنا والمجرق الحمد لله. سلوم يوتي هندن يلو من ألت قول لور شعبان وإن لور ياوه تان أجن رتعمنا شفان إنا يديدي فرغنوا لدم محمد صلى الله عليه وسلم ان هورا يسكون مارس يتاند وجنا جديد نوغاس ابو جبن يقول النبي عيسى عليه السلام اذا اذن غرا حديث ما اذن غرا ان دو دنيا لو ما هند حد من يتا دم نون وان دعاء اراني من دو دو وجي سنه اذن دوا وان دو دعاء تو وني معنى اللهم ان الله يجعل الحياه يا وان غور نم نم زياده قدم بسدار لي وان ندم في كل خير كلمه يره واجعل يا ورد الموت ما يدني راحة كنت فوفتر لي ونند من كل شر مرادك لورد. إذن اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. الحمد لله. لأننا نرى حديث من هند حديث من بيميركو أسامة بن زيد ما نقل أنه لا ربي قل أنه لا رضي الله عنه قال قلت إني يا رسول الله لم أرك ميانم تصومها رهور شهرا لور من الشهور إمراد لب ما تصوم هناك قارة من شهر شعبان ما تصوم من شعبان هناك قارة لور يا وندو ما ناميانم رهور لور هيوتر لب لي ما نا قارة كيوك هناك قارة شعبانك ما نا قارة شعبانك هورة هنمود من لب دي فو ما نا كير قرد هور دي لب دي فو قال نولى صلى الله عليه وسلم ذلك أمن شهر كل يور تغفلون يابا الناس يمبي عنه غامير بين رجب حقون رجب ورمضان كي يور قارك مانا حقون يور رجب هدير يوتندو كي يور قارك مانا ونن بياك يور هرم يندو لقاتيك يور قارك هدين غنلق وني مير مجيري جو نون كي يور هندو ركي حقون مجي يمبي بين جيبون إذن أمن نون ودي أيوة وهو ويدن كي يور نون شهرون كلور ترفعون بامتة ترفعون بامتة فيها مير الأعمال قليج إلى رب العالمين فهذا جملين درنج فأحب مما يريد أن يرفع عند بامتة عملي قلم وأنا الصائم وأنا توم الهوري حديث في الدين بقى نسائي الباني وحديث صحيح. إذن بيدن هندك حديث قرر أرني ميرن ويني أسامة بن زيد ويا رسول الله لم أرك مياني متصوم هرهار شهرا لور من الشهور مراد لبدي ما تصوم هنا دوم قارة من شعبان إمر دلور ياون خير قرد أواو تصوم هارد إلب كديد ديفو قال كان كن الله صلى الله عليه وسلم إذا لك دوم شهر كلور يغفلون ويل سندو الناس بعنه غمير بين رجب هكون رجب دون رجب هو دير ورمضان كايا رمضان دون لور قارة وشهر كن لور نون خير ياو نون كلور ترفعون بامت فيه مير الأعمال قل لي إلى رب العالمين فادي الله جير تغور لجير بندري فأحب مريد أن يرفع عند بامتة عملي قلم وأنا صائم تومرون فور إذن في اللي الحديث ويتم بنولا أسامة بن زيد معنى حديث مصدر مقرم إمين صحيح النسائي معنى نيمور وجنة جديدة تامتة تشفن جوية جاكم إذن تون كانكو نسائي يلسنم إمام أحمد كرين أدن حديث بطر نيمور وجن ناجي نوغاس ايغو اتمد ديجيدي دي شافان ديجو يتتي اذا كان لاتي نوم الصحابه صحابه رضي الله عنه يرقبون هبندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هبندنا نوب متسكوب في عباداته دو مكو ومعاملاته قول ندير مكو في كل حياته كلام غور ندم مكو ومن ذلك ان جادو مراقبتهم تمبغول مابرين غول مراقبتهم رين غول مابي تمبغول مابي له ونندم في صيامي يقارك مكو الفرض فرل منه إمردهن والتطوع كأن عفيد فرد أفتار ليتعلمون بلهب جنغ منه إمراد مكو في هذا الحديث أو الحديث يقولون يا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت أيمي يا رسول الله لم أرك مياني من تصومها رهار شهرا لور من الشهور إمراد لبدي ما تصومه نظنك قارة من شعبان إمراد لور ياون أي لا تكثر وهب بنت من صيام التطوع إمراد قارك نافلة في شهر لور من شهور السنة إمراد لبه تاند بمثل يور ما تكثر لنك كبنت في صيام هورق الشعبان لور شعبان وكان لاتنا قد ورد أري في صيام هورق المقصى صلى الله عليه وسلم لشعبان
wonande lewru Sha'ban ndu ɗum lewru yaw ndu maruye ɗum ko filla fi sahihayn celluɗi ɗiɗi min hadith imrade hadith Aisha maana ko ari sahihayn celluɗi ɗiɗi ɗum woni sahih Bukhari sahih Muslim hadith nene min Aisha radiyallahu anha kana latinoma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kanko nene min Aisha wi latinoma nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam yasumu mahora hatta naqulaha min be la yufdiru wa tajata wa yufdiru wa taja hatta naqulaha min be la yasumu mahorata maana so wona korko fama raaytu mi yiyani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala o timmini siyam horgol shahrin lewru illa ramadan sona taw ko lewru korko o yiyani nulaɗo no hoori tan lewru timmunu tawi o tajani sona taw ko lewru korko yowma raaytu mi yiyani mo noon aksara omo ɓuri heewde siyaman horgol min hu immorade makko fi Sha'bana lewru yaawa ndu mana nduɗo lewru ko ndu o ɓuri fof wawde horde mayru mana ko nduɗo ɓurno heewde ko horata fa qala wi annabi annabi sallallahu alayhi wa sallam li zeydin mana wonan zeyd mubayinan li usamata ɗe ganndi ko wonande usamat ibnu zeyd mubayinan lahu omo ɓanginani on sababu siyami horgol makko wa idalika shahrun o yi ɗum ɗon ndun ɗon lewru yaawa ndu ko lewru yakfulu nnasu yimɓe ina mbelsindo anhu ga mayru bayna rajabin hakkunde rajab o ramadan eyi yashun nas yimɓe ina jojjita anhu ga mayru li ictarihim saabu hebbingol ɓe al ibadati dewal fi hadayni shahreyne ɗiɗo lebbi ɗiɗi mana saabu koɓe ndewata Allah ɗiɗo lewru rajab yawtundu ndu e lewru korka nduɗo noon ina reɗɗi hakkunde majji yimɓe jeegon ndiya ko lebbi hurum jeeya ko lebbi moƴƴi mana lebbi hurum yankeji nduɗo ko lewru korko ene anda ko woni majji woho shahrun o wi kono lewru yaawa ndu noon ko lewru turfau ina ɓamte fiye mayru ala amalu golleji ayi amalu ɗuni golleji beni adama ɓiɓɓe adama minal hayri immorde e ko moƴƴi wa sharre e ko boni wa taati ɗo oftare wal masiyati e jeddi ila rabbil alamina ɗi ɓamte faade jeyɗo binde ɗe falidalika ko saabu ɗum yambari no hani anta funande laatoto al amalu golleji fihe mayru salihatan ko golleji moƴƴi ko uhibbu mbeɗa yiiɗi an yurfaa nde ɓamtete amali gollam faade ko joomam wa ana saimum taw miɗo woni koranɗo joomam eyi li anna saabu min afdali l amali ina jeeya ko ɓuri moƴƴude golleji ɗi inde allahi nokku allah min ibadihi immorde macce makko alsawmu korka e aw anna al amala salihata wonde no golle moƴƴe ɗe ida sahabaha so tawi wonde e majje alsawmu korka rafa mana korka ɓamtan min qadriha immorade fodde majje wa asbata tabitina khulusaha laaɓangol majji lillahi wonande allah azza wa jalla qiila wiyama innal murada ko muuya bil amali e golleji allah tiɗin turfau ɗino ɓamte iley faade makko kanko allah fi chehri Sha'bana lewru yaawa hiya amalu sanati ɗum woni golle hitande nde wa qad jaa ari fi sahihayne selluɗi ɗiɗe ɗum woni sahih Bukhari ka sahih Muslim min hadith imrade hadith abu musa al ashari radiallahu anhu min hadith abi musa al ashari radiallahu anhu o wi wonde anna llaha wonden allah azza wa jalla yarfau omo ɓamta iley faade makko amalu leyli mana golle jamma qabla ko adi amalu nahari ko adi golle ñalawma wa amalu nahari o ɓamta faade makko adi golle ñalawma ɗe qabla ko adi amali golle al leyli jamma wa anna amala al usbui wonde no golle yontere kadi tuuraduno arde yowma al isnaini ñande altine wa yowma al khamis e ñande alkamis kama fi riwayate honoon a riwaya abi daoud on nasai aidan wa qiila hada yahtamilu ɗum ɗo no jentele arduha arndugol ɗum fi sanati e hitande jumla tan mana e dental mana kanje fo ɗe ndendineɗe garde wa yahtamilu no jentele kadi arduha arndugol ɗum fil ayami e ñalawmaji ñande fof awil usbui walla yontere tafsilan ko fensirgol ɗum ɗo gollal fof mana ñalawma fof golle muɗum awil acti walla mbel faka anna al amala wiyanno golleji ɗi tuuradu heɗi garde ardan mana arndugol bada ardin caggal arndugol woli kulli ardin ina woodan noon kala arnande hen hikmatu ñeeñal yutliu llahu allah ne jellita taala kanko towɗo aleyha e dow ɗum man yacha ombo o muuyi min halqihi immorde tagore makko o andinaɓe ɗum aw yastasiru biha walla o heeroro ɗum kanko allah jeeya gande makko ɗe o heerori indahu nokku makko ma wonde annahuno kanko taala la yahfa suuɗaki aleyhi e dow makko min amalihim immorde golleji maccuɓe makko ɓe khafiya tun hunde suuɗede wa fi l hadithi woni hadith o anna chahra Sha'ban wondeno lewru Sha'ban ndu ɗum woni lewru yaawndu min al ashhuri jeeya ko lebbi al muraqabi derɗinaɗi fiha e majji bi sawmi e horgol wallahu alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.